بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أعزائي الطلبة والطالبات، سعيد جدا أن نلتقي في وحدة القانون الجنائي العام السداسي الأول تخصص القانون ضمن سلسلة محاضرات موجهة لكافة الأفواج. لقد رأيتم في الحصص السابقة كل ما يتعلق بتعريف الجريمة والتطور الذي عرفه القانون الجنائي في ظل المدارس الفكرية والفلسفية، ورأيتم أيضا أنواع الجرائم وتصنيفاتها، كما رأيتم أيضا العناصر أو الأركان اللازمة لقيام جريمة معينة، وهي الركن القانوني ويسمى بمبدأ الشرعية الجنائية. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأسباب التبرير والإباحة التي تمحو الصفة الجرمية عن الفعل المجرم. ورأيتم أيضا الركن المادي الذي يتكون بدوره مبدئيا من ثلاث عناصر: سلوك إجرامي، نتيجة إجرامية، وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة، ثم المحاولة وصور هذه المحاولة. أخيرا سنرى ركن ثالث مهم جدا يدخل ضمن العناصر التكوينية للجريمة إلى جانب الركني القانوني والمادي، ألا وهو الركن المعنوي. فلا يكون كافيا لقيام المسؤولية الجنائية عن نشاط يعتبر جريمة من ناحية القانونية أن يأتي الفاعل ماديا هذا النشاط، بل لا بد أيضا من توافر القصد الجنائي أو الركن المعنوي الذي يسند معنويا جريمة إليه، وهو يتوافر إذا قام يعني الخطأ أو العمد بفعل أو امتناع عن القيام بواجب يأمر به المشرع الجنائي، فهنا نكون أمام ما يسمى القصد الجنائي. أو إذا قام الجاني خطأ بفعل أو امتناع عن القيام بواجب يأمر به المشرع، فهنا نكون أمام ما يسمى بالخطأ غير عمدي. لهذا يمكن القول إن الركن المعنوي له صورتين: الصورة الأولى القصد الجنائي، والصورة الثانية الخطأ غير عمدي أو الخطأ الجنائي. هذين الصورتين نص عليهما المشرع في الفصل 133 بقوله: الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا، إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون، أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ فيما عدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار. من خلال هذا الفصل نلاحظ أن المشرع جعل الركن المعنوي في الجنايات قائم على القصد الجنائي أو العمد، هو نفس الأمر بالنسبة للجنح إلا ما استثنى صراحة، في حين اعتبر الخطأ وهو الأصل في الركن المعنوي للمخالفات إلا ما استثنى صراحة كذلك. إذن كما قلت الركن المعنوي نبحث فيه يعني القوة النفسية لدى الجاني حين ارتكابه للجريمة حتى يمكن أن تسند إليه الجريمة من عدمها. سأعطي مثال على ذلك للفهم أكثر. مثلا في جريمة القتل نحتاج لركن قانوني، والركن القانوني درسموه في إطار مبدأ الشرعية الجنائية المنصوص عليه: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. يمثل هذا المبدأ الفصل 392 من القانون الجنائي فيما يتعلق بجريمة القتل بقول المشرع: كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا. والركن المعنوي المادي عفوا في هذه الجريمة مثلا هو قيام الجاني بسلوك أدى إلى إزهاق روح الضحية. بقي لنا أن نبحث عن الركن المعنوي. الركن المعنوي نبحث في مدى تحققه من خلال طرح مجموعة من التساؤلات: هل كان الجاني عالما بظروف وملابسة ارتكاب جريمة القتل مثلا، أي عالما بأنه يعتدي على إنسان حي، وعالما أنه بصدد ارتكاب فعل يعتبر جريمة قتل؟ لاحظوا معي الركن المعنوي نبحث عن الحالة النفسية كيف كانت للجاني
أثناء ارتكاب الجريمة أو قبل ارتكابه لهذه الجريمة. هل أراد الجاني حقيقة تحقيق النتيجة الإجرامية التي هي إزهاق روح الضحية؟ بطبيعة الحال إذا كان الجواب بنعم، أي أنه كان عالما بذلك وأراد تحقيق النتيجة الإجرامية، نكون أمام الصورة الأولى للركن المعنوي وهي القصد الجنائي، أي أن الجاني مسؤول عن ارتكابه لجريمة عمدية. أما إذا كان الجواب بلا، أي أن الجاني لم يكن عالما ولم يريد تحقيق النتيجة الإجرامية، نكون بطبيعة الحال أمام الصورة الثانية للركن المعنوي وهي الخطأ الجنائي أو الخطأ غير عمدي، أي أن الجاني يكون مسؤولا عن ارتكابه لجريمة غير عمدية. وشتان بين الجريمة العمدية والجريمة غير العمدية من حيث مقدار العقوبة بطبيعة الحال. بناء على هذا التقديم سنتطرق للركن المعنوي من خلال صورتين، القصد الجنائي والخطأ الجنائي. سنخصص هذه الحصة للحديث عن الصورة الأولى للركن المعنوي وهي القصد الجنائي، على أن نتحدث في الحصة الموالية عن القصد الخطأ الجنائي أو الخطأ غير العمدي. القصد الجنائي، هناك مجموعة من التعريف للقصد الجنائي، أغلبها تتفق بكون القصد الجنائي هو القوة النفسية التي تقف وراء النشاط المجرم الذي استهدف به الفاعل الإرادي الاعتداء على مصلحة من مصالح المحمية من طرف المشرع الجنائي. ذلك أن الجريمة التي تتحقق في الواقع العالم الخارجي بسبب النشاط الجاني ما هي إلا محصلة لما خالج نفسه قبل تنفيذه لمادية الجريمة. فالسارق مثلا يريد الاعتداء على حق الغير في الملكية، وهذه الإرادة هي التي دفعته إلى اقتراف الاختلاس وهكذا. فالقصد الجنائي إذن هو أخطر صورة للركن المعنوي، لأنه ينطوي على معنى العدوان المتعمد على الحقوق والقيم. فإرادة الجاني تنصرف إلى سلوك الإجرامي الذي تقوم به النتيجة النهائية للجريمة مع علمه بها. إذن القصد الجنائي لا يتوفر إلا إذا كان الجاني محيطا إحاطة تامة، أي عالما بحقيقة هذه الواقعة المجرمة ماديا وقانونيا، يعني أن يكون الجاني على علم وإرادة بالسلوك الذي يقوم به. ثانيا، لا يقوم القصد الجنائي إلا إذا وجه الجاني إرادته من أجل تحقيق واقعة إجرامية معينة، يريد اختلاس مال مملوك للغير، يريد إزهاق روح الضحية، يريد إنهاء حياة الجاني عن طريق الإجهاض وهكذا. لهذا يتكون القصد الجنائي من عنصرين، العنصر الأول هو العلم والعنصر الثاني هو الإرادة. أولا العلم بحقيقة الواقعة الإجرامية من ناحيتين المادية والقانونية، يقصد بعلم الجاني بالواقعة الإجرامية من ناحية المادية والقانونية. فالعلم في القصد الجنائي هو أن يحيط أو أن يتصور جاني حقيقة الواقع الإجرامية التي تتجه إرادته لتحقيقها، فهذه الإحاطة تشمل جميع العناصر الأساسية اللازمة لقيام الجريمة أو مفترض أن تتكون منها من ناحية القانونية والواقعية. العلم أيضا بموضوع الحق المعتدى عليك، الحق في الحياة أو الملكية أو غيرها، وكذلك العلم بخطورة الفعل الذي يقدم عليه الجاني ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وأحيانا العلم بالصفات التي يقتضيها القانون أو تتطلب في الجاني كصفة المرأة في جريمة الإجهاض وصفة الموظف في الرشوة، إلى جانب العلم بتوقع حدوث النتيجة أي الوفاة والعجز وإتلاف ممتلكات الغير إلى غير ذلك. لهذا لا بد من توفر العلم بكل الوقائع الجوهرية المكونة لمادية الجريمة. لنفترض مثلا انتفاء العلم بالواقعة الإجرامية نتيجة الغلط أو الجهل. أحيانا ينتفي العلم بالواقعة الإجرامية نتيجة غلط أو جهل في الواقع، والمقصود بجهل واقع ما انعدام العلم
حقيقتها. أما الغلط يعني فهمها على نحو مخالف لحقيقتها. مثال الغلط الواقع للمسافر في القطار، يأخذ حقيبة عائدة لشخص آخر معتقدا أنها له، فلا يعد سارقا لوقوعه في غلط جوهري في صفة الحقيبة، وهو غلط في الواقع. فهذا الغلط وقع على أحد العناصر المكونة لمادية الجريمة، وهو الشيء المسروق الذي يدخل ضمن العناصر المادية. أما إذا ورد الغلط أو الجهل على عنصر خارج أركان الجريمة فلا يكون له أي تأثير على قيام القصد الجنائي. ومثال أن يسرق الجاني لوحة فنية معتقدا أنها لرسام مشهور ولها قيمة يعني مادية، والحال أنها ليست سوى لوحة يعني عادية، فهنا يسأل الجاني عن فعل السرقة دون يعني الاهتمام بصفة المسروق الذي وقع له الغلط أو جهل فيه، أو كمن يعتقد أنه سرق سوارا من ذهب أو تبين له أنه فيما بعد من فضة أو حديد مثلا. فهذا الغلط لا ينفي سوء نية الفاعل، لأن هذا الفعل يمثل اعتداء على حق ملكية الغير، لأن موضوع القانون الجنائي وغايته هو حماية هذه الحقوق بالذات. مثال آخر للغلط يعني الجاني الذي يريد قتل زيد فيصيب أو يقتل عمرو، فهنا القصد الجنائي يظل قائما بحيث لا أهمية لصفة الشخص ما دام كانت له نية إزهاق روح إنسان حل، لقول المشرع كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا. لنفترض أيضا انتفاء العلم بالواقع الإجرامية نتيجة الجهل أو الغلط في القانون. رأينا الغلط أو الجهل في الواقعة المادية المكونة الجريمة، سنرى الجهل أو الغلط في القانون. أحيانا قد يجهل الشخص أن المشرع الجنائي يجرم فعل أو امتناع معين، كما هو في الجرائم الإلكترونية مثلا، فأغلب الجرائم الإلكترونية هناك بعض الأشخاص يجهلون هذه الجرائم. أو قد يقع في غلط في فهم القانون على نحو مخالف لما ينبغي أن يؤول ويفهم. لهذا فإن الغلط أو الجهل في القانون لا أثر له إطلاقا على القصد الجنائي الذي يظل قائما، وذلك لسببين. أولهما أن المشرع نص في الفصل الثاني من القانون الجنائي كما رأيتموه على قاعدة تمنع الاعتذار بجهل التشريع الجنائي أو الغلط فيه، لما قال لا يصوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي. فالمشرع افترض علم يعني كافة الأشخاص بمقتضيات القانون الجنائي، وافترض الإلمام بمعرفتهم وتفسيرهم على الوجه الصحيح الذي يرمي إليه المشرع، وليس بما يذهب إليه الجاني من فهم. السبب الثاني الذي يمنع يعني الاعتذار أو الغلط أو الجهل في التشريع الجنائي هو أن المشرع بمجرد نشره للنصوص الجنائية في الجريدة الرسمية يقيم من ذلك قرينة قانونية قاطعة على علم الجميع بهذه النصوص، ومن ثم فلا يمكن إثبات عكس هذه القرينة من أي كان، لأن إعطاء الجنة التمسك بالجهل أو الغلط في القانون الجنائي سيفسح المجال للإفلات من العقاب لتفسير النصوص لمصلحتهم، وبالتالي تجعلهم دائما في منأى عن المساءلة والعقاب. بعد أن رأينا يعني العنصر الأول في القصد الجنائي الذي هو العلم، سنرى العنصر الثاني في القصد الجنائي وهو عنصر يعني الإرادة في الواقعة الإجرامية، يعني بالإضافة لعلم الجاني بمادية الجريمة كما هي واردة في النموذج التجريمي، فإنه يلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية. والإرادة كعنصر في القصد الجنائي هي تلك القوة النفسية المحركة لفعل الجاني أو امتناعه قصد تحقيق النتيجة الإجرامية التي تصورها، أو هي التصميم وانعقاد العزم على تحقيق أمر معين. إذن الإرادة هي جوهر القصد الجنائي، حيث تمثل العنصر الوحيد الذي يميز الجرائم
العمدية عن جرائم غير عمدية، على اعتبار أن عنصر العلم الذي يعد ضروري ولازم ولكن غير كافي لتكوين القصد الجنائي، لأنه يتطلب في الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية على حد سواء. إذن لا يقوم القصد الجنائي وبالتالي الجريمة العمدية عند الفاعل ما لم يوجه إرادته إلى تحقيق الواقعة المكونة للجريمة بما فيها النتيجة الإجرامية، مثل أن يصمم الجاني على قتل شخص فيتربص به ويطلق عليه النار ويرديه قتيلا. في هذه الصورة فإن الجاني قد وجه إرادته إلى إزهاق روح المجني عليه، وبذلك توافر لديه القصد الجنائي. لكن سائق السيارة الذي يسير بسرعة مفرطة مخالفا بذلك قانون السير فيصيب أحد عابري الطريق ويقتله، لا يتوفر القصد الجنائي لديه كالقاتل الأول، يعني قاتل عمد، لأن لم يوجه إرادته إلى تحصيل النتيجة الإجرامية التي هي يعني إزهاق روح أحد المرة. بعدما رأينا عناصر القصد الجنائي سنرى أنواع القصد الجنائي، وأنواع القصد الجنائي هي متعددة حسب تقسيم الفقه الجنائي، منها القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص. القصد الجنائي العام هو توجيه الجاني لإرادته نحو تحقيق الواقع الإجرامية مع علمه بعناصرها كما حددها القانون الجنائي، فيكفي أن يأتي الجاني النشاط الإجرامي عن علم وإرادة ليقوم القصد الجنائي لديه، دون ما يعني اشتراط لأن يكون مدفوعا لذلك بباعث معين أيا كان هذا الباعث. في المشرع لا يتطلب أكثر من هذا الوضع، أي أن الجاني يريد أن يحقق نتيجة إجرامية مع علمه بطبيعة الفعل وخطورته. أما القصد الجنائي الخاص هو تأثر الجاني بعوامل مختلفة تدفعه لارتكاب الجريمة كالحاجة للذة أو الرغبة في الانتقام والطمع، فهذه الرغبة تولد عنده عادة الحالات الانفعالية بحيث تكون محرك للنشاط الإجرامي لديه، فيندفع إلى ارتكاب الجريمة وذلك بهدف تحصيل النتيجة الإجرامية التي يعتقد بأنها تحقق له إشباعا للرغبة التي حركت هذه العوامل بطبيعة الحال. بمعنى آخر، جاني يريد فعل إجرامي بهدف تحقيق غاية معينة، فالقصد الجنائي الخاص ما هو سوى القصد الجنائي العام مضاف إليه الباعث أو الغاية أو الرغبة التي وجهت إرادة الجاني لارتكاب الفعل الإجرامي. لذلك فلا يمكن تصور قيام القصد الجنائي الخاص دون توفر القيام القصد الجنائي العام أولا. مثال ذلك على القصد الجنائي العام والخاص في جريمة التزوير مثلا لا يكون كافيا لتحققها قيام الجاني بتغيير الحقيقة في الورقة، على اعتبار أن قيام الجاني بذلك عن علم وإرادة يقوم معه فعلا القصد الجنائي العام، لكن المشرع تطلب زيادة على ذلك توفر القصد الجنائي الخاص الذي لا يتحقق إلا إذا كان هذا التغيير للحقيقة في المحرر مرفوقا بسوء نية لدى الفاعل الذي يترجم في نيته استعمال الورقة المزورة يعني للغاية التي وقع التزوير من أجل الوصول إليها. لهذا نستنتج أن القصد الجنائي الخاص إما أن يكون وجوده شرطا لازما لقيام الجريمة أصلا، بحيث إذا انتفى فلا تقوم الجريمة العمدية قائمة كما في جريمة التزوير، وإما أن يكون قيامه أي القصد الجنائي ذو دور في تحديد نوع الجريمة، أي يعني وصفها القانوني دون أن يعني غياب هذا القصد الخاص للتأثير على الصفة الإجرامية بحيث يمكن أن يعاقب على الفعل الإجرامي وفق تكييف جنائي آخر. فهنا مثلا يكون تخلف نية إزهاق روح الضحية وهي التي تكون القصد الجنائي الخاص في القتل العام غير حائل دون مؤاخذة الفاعل مصدر النشاط الإجرامي عن جريمة الإيذاء عمدي أفضت إلى موت الضحية مثلا. هناك أيضا القصد المباشر والقصد غير المباشر. القصد المباشر هو علم يقيني بعناصر الجريمة واتجاه الإرادة إلى السلوك الإجرامي مع الرغبة في حدوث النتيجة الإجرامية كأثر حتمي لازم لهذا السلوك
المعتدي على حق المحمي قانونا لتكون الجريمة عمدية سواء كان قصدا عاما أو خاصا محددا أو غير محدد، ومثاله أن يطعن الجاني الضحية بسكين رغبة في موته، أو أن يضع الجاني يعني سما لعدد محدد من الأشخاص وذلك رغبة في قتلهم جميعا، فهذا قصد جنائي مباشر. وهناك صورة أخرى للقصد الجنائي تعرف بالقصد الجنائي غير مباشر أو الاحتمالي، وهو الذي تتجه في إرادة الجاني إلى نتيجة معينة فتقع نتيجة أخرى توقعها وقبلها، ولم يمنع هذا يعني هذا التوقع من إتيان النشاط الإجرامي في سبيل تحقيق النتيجة الأخرى يعني المقصودة. مثال كمن كان الجاني يريد مثلا أن يطلق النار على حيوان وسط الناس ويأتي إلى تفكيره أنه قد يصيب إنسانا، ومع ذلك أطلق النار، فإصابتي لهذا الشخص ما قد تكون ناتجة عن قصد غير مباشر، أو من مثلا يضرب امرأة في بطنها وهو يعلم أنها حامل ويتوقع أن يؤدي اعتداء هذا إلى إجرامها فلا يبالي بذلك ويمضي في سلوكه الإجرامي. نشير في الأخير إلى مسألة جد مهمة، وهي إثبات يعني توافر القصد الجنائي من عدمه لدى الجاني، حيث إن إثبات القصد الجنائي من أدق المسائل الجنائية وأصعبها على القاضي، وذلك راجع إلى طبيعته المرتبطة بنفسية الجاني. فالنفسية في النفس البشرية دفينة الأسرار ليس من السهل معرفة حقيقتها، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. وبما أن القصد الجنائي نية باطنية لا تستطيع المحكمة إثباته بطريقة مباشرة، وإنما عن طريق الاستدلال والاستنتاج من الأفعال التي أثارها المجرم، وهي يعني ظروف مرتبطة بارتكاب جريمة. لذلك يبقى إثبات القصد الجنائي من المسائل الموضوعية التي ترتبط بمظاهر خارجية عن سلوك الجاني تقدرها المحكمة بناء على ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة. هذا كل ما يمكن أن يقال بشكل موجز ومختصر بخصوص الصورة الأولى للركن المعنوي وهي القصد الجنائي. بقي أن نشير إلى الصورة الثانية للركن المعنوي وهي الخطأ الجنائي أو الخطأ غير العمدي كموضوع الحصة المقبلة بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.